الله المستعان. أولا ليعلم كل مسلم أن الوصل الشرعي الذي يمد في الأعمار ويزيد في الأرزاق ويقرب من العزيز الغفار هو وصل المشاكسين من القرابة الذين إذا وصلت قطعوا، وإذا أعطيت منعوا، وإذا حلمت جهلوا، وإذا قلت جزاك الله باختصار قال أخزاك الله، اقلب وجهك وش جابك. هنا يتولد أخلاق النبوة، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. حبيبنا يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت، وفي رواية قطعت رحمه وصلها. الله أكبر. ويقول صل من قطعك. يا شيخ إذا كنا لا نزور إلا من يزورنا ونصل من يصلنا، هذا يعرفه حتى مروجين المخدرات يتزارقون الطيب يا شيخ. كلهم يعرفون بعض لأنه ما ينكشفون بهذا بالوصل هذا. هل هذا الوصل مكرم؟ هذا مذمة. فإذا كنت لا تعطي إلا من أعطاك، ولا تصل إلا من وصلك، ولا تحلم إلا على من أحلم عليك، ولا تهدي إلا لمن أهداك، ما كان ذلك خلق أهل الإسلام. الله أكبر. لا بد أن نعلم أن صحابيا أتى للحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول إن لي رحما أصلهم ويقطعونني. الحين لو واحد يستشير واحد يقول لي أبو فلان يا شيخ أنا عندي ولد عم أجيه وسك الباب، يجيه عزايم ما يعزمني، أعطيه ولا يعطيني، وش يقول؟ يقول الرخامه انت، وش اللي خلاك انت؟ انت السيء الخلق، انت هقلب وجهه لا يل. هذا مندوب الشيطان لتقسيم تحزين القلوب. لكن حبيبنا عليه الصلاه والسلام اتاه رجل قال ان لي رحما اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. قال ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المل. المل الايام اللي يطعون للبر، شب نار وشف الرمل اللي تحته وش يسوي؟ القرص الجمري اللي يطعون للبر، القرص ما ينضجه الا هذه المله. هذا كانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير، معية الله. الله أكبر. وتواصلهم في نفس الوقت، ويجب أن تصلهم. لأننا يا أخوان أحد أسباب طول أعمار بعض الناس وقصرها هي صلة هذا وقطيعة ذاك. الله المستعان. وتسمح لي يا أبا أنس أسأل فضل. سؤال لو فضل. أن ولي أخوان ودي أن الأخوان يسمعوني، لو أن ملك الموت أتى هذا اليوم، اليوم الخميس أتى ملك الموت لأحدنا وقد أنبأه الله بأجله فقال أنت اليوم قبل صلاة المغرب في حادث مروري على عند إشارة في الرياض أو في غير الرياض سيقع عليك حادث وستموت، فاجعة. لكن قال لحظة قف، أعطاك الله مهلة 20 سنة بشرط أن تذهب إلى ابن عمك الذي ضربك وشتمك وأكل مالك وتكلم في عرضك وقذف زوجتك. هذا ابن العم مجموع المساوئ فيه مئات، إن قبلت ما بين عينيه مد الله في أجلك مد 20 عام. سؤال أبو علس بس، هل يروح يقبل رأسه؟ يقبل رأسه رجله ورجوله بعد بل مواطئ قدم ولا يموت. طيب وين المشاكل تلك؟ وين الذي نقول له صل سلم؟ قال المسألة موت وحياة. إذن والله وتالله وبالله إن واصل الرحم يبسط الله في أجله. الله أكبر.